كراشني دونك واحد يجي مثلا يحط ان بوان داكسي كيما تو في انسات انتم مثلا تمشيو للانسات اكتويلمون لا ثما دي بوان داكسي هكا ولا تسميو البوان داكسي انسات هكا ولا الو ايمشي ومعروفين المود باس واللوجين نورمالمون حتى تختار المود يعني الباسورد باش تدخل البوان داكسي معروف لان يقول لك 1 2 3 4 5 6 7 ولا 8 بون ماعرفش تعدل المود باس ولا لا ليسونسيل دونك انتم واحد يجي مثلا يجيب بوان داكسي اورانج تابعوا فيا مركزين معايا ولا دونك تحط انت مثلا ان اكسس بوينت مثلا كيما الكلي اورانج هذوكم فهمتوا ولا عرفتوا الكلي هذيك نتاع بون جي سي تي مارك مي بو امبورت فورنيسور داكلي داكسي تجي تسميها انسات واضح ولا بعد انت بوسك الادمنستراتور نتاع الاكسس بوينت وتجي تحط الباسورد هو بيدو كي جمع دونك سيغتانمون واحد باش يجي كونيكتي على الريزو يلوج على الريزو يلقى الاكس البوان داكسي انسات تك كونيكتي عليه يحط الباسورد كالعاده ويمشي على الروح مي هنا السيد هو il peut vous capturer tout le trafic échangé باللي زيتيليزاتور اللي عنده الكل فهمتوا الفكره ولا لا مسيو خشني يسمي يعمل مسيو بعد ما جميع يعمل برشا حوايج يعني بون شو دونك انت ديجا il peut sniffer les données des utilisateurs ça بعد في الوقت اللي في لي دوني utilisateurs بون ça m'a déconné des connexions des sites sécurisés ça m'a des sites qui ne sont pas sécurisés donc il peut capturer le trafic bon tout ce qui capture trafic non chiffré il peut le déchiffrer دونك هذا نحكيو في ستاد نتاع يعني حاجه سامبل فهمت كيفاش يعني il peut sniffer le trafic دونك تجم انت يبعث لك مثلا des informations غلطين مثلا يولي يعطيك مثلا يجم يحط ميم في الاكسس بوينت يولي يعطيك دي ان اس يعطيك دي ان اس غلط نتاع هنا سي لو ديبار بور ان اتاك فهمتوا كيفاش يعني لو فات اللي انت تستعمل ان بوان داكسي نون سيكوريزي يعني تستعمل كونيكسيون نون سيكوريزي دون لو فات اللي السيد اللي مش تستعمل من تاعو الكونيكسيون نتاعو يل بو سنيفي لو ترافيك اللي تستعمل فيه ومن بعد هو باش يشاج يعمل فيه بون باغ لا سويت il y a plein d'idées à faire يعني سي لو ديبار بو فير ان اتاك دايرو كان عاش تفرجوا في بارفوا على اليوتيوب ولا حاجه يعطيكم اكسبريس في بي ان ونعرفش ولا نور في بي ان تسمعوا بهم ولا يعطيك دي سيناريو دو سو جونغ لا تبدا في قهوه مثلا ولا باش تخلص تحط لي كريدونس نتاع دي كارت دي كريدي نتاعك ولا حاجه دونك بور سيكوريزي دونك بور سو جونغ دو سيناريو ثاني استعمل شكون دونك تتباع يا سوليسيون على ليترونجي اسمها اكسبريس في بي ان ولا نور في بي ان بور افوار ان تونيل سيكوريزي ou même حتى انت celui qui va sniffer les données les données نتاعك كلهم شيفري تا با دو سوسي دونك روغ لابتوب هنا سي quelqu'un d'escro qui va كيما قالت زميلتكم وزحيل يحب يكسيدي السويتش نتاعنا ومن بعد يجي برشا حوايج دونك ديجا حكينا على كلك سيناريو المره الفايته اليزي دونك هنا باش تعملوا الكونفيغوراسيون الكونفيغوراسيون سهله برشا دونك VLAN 1 وعندنا PC 1 الادريس نتاعو هذايا PC 2 10.11 فوالا واللابتوب هذا مش يا خويا يعرف البلاج دادريس اللي تخدموا عليها دونك هو ديجا عنده الادريس نتاعو اي بي هي 10.10.10.12 داكور يجي مي ايمن الفياضي هو يجي مثلا il peut مثلا يعمل اتاك على البي سي 1 مثلا يعني il peut se faire aussi directement يعمل دي زوتي دو سكان كيما ان ماب حتى يشوف اسكو مثلا كان عندك دي بروبليم دو ميز اجور دي بور اوفير il peut même attaquer le PC1, PC2, trahir le PC1 avec un serveur, tout ce que je veux dire. Donc, l'objectif de l'implémentation pour sécurité, si vous voulez, interdire l'accès physique de quelqu'un qui n'est pas autorisé à accéder à votre réseau local. D'accord ? B. نتعدوا دونك هوني راهو كل شيء حاضر دونك لي كوموند كلهم ديريكتومون تكتبوهم هاي تخدموا دونك عندكم في كم كوز انستون الو 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 وي مسيو هاي نتعدوا لابارتي اللي هي الكونفيغوراسيون بعد الفيريفيكاسيون تعملوا ضربات
بينجويت، وبيان سور مش تطيحوا عندك في الفيوليشن، ما عادش تذكروهم لي مود فيولاسيون ولا نسيتوهم. وقيل جماعة عملتو فسختو الميموار متاعكم. ذكروا سويتش بورت بور سيكيورتي فيوليشن شات داون ريستريكت بروتكت. وقينا هون لي ديفيرون مود اللي هو بروتكت وريستريكت وشات داون، وكل واحد يعمل حكومه لا سيكوريتي او نيفو دو سيكوريتي كي بو اوفريرا. سي بون لو ذكرتوهم ولا هذوما ولا جمله؟ دونك نعملوا كالعادة تبعثوا لي الكابتور اكرون بعد ما تشيكيو الامور. الو وي مسيو اوكي باهي. دونك عندكم لي لي كابتور ديكرون في الاخرى نتاع جي ولا هاش، وتتجم تعطيني هاو ميني فيوليشن بوم بيان سور هوني والنمبر دو بينج اللي مش تعملوه في الاخر تي بي. تجمو الاولاد زاد الو تسمع فيا تجمو هوني تجربوا الفازه هذه في عاد باش تعملوا هوني ريستريكت بتو هذه ولا مود فيولاسيون مثل فيوليشن مود. دونك انت بتجمو تبدلوها با لوبسيون هذه وقت مش تعملوا بروتكت ولا بوم سي با كاف خاطر دون دون دو لي كا دون تو لي كا شات داون مش يصير مثل بارا. مسام فهمتك شنو اللي نجم نعوضوها بشنو؟ هوني الكوموند تعملوا شات داون، استنى دقيقة برك، عوض ريستريكت تعملوا شات داون، ولا تنجموا تعملوا ريستريكت ومن بعد تعملوا تبدلوا شت داون، ولا تعملوا بروتكت. تجربوهم لي ديفيرونت هي ريستريكت سما باهي فهمت. خاطر وقت تعمل شت داون ما عادش يخدم البور. جربوها مثال خاسرين عليها حاجه لوجيسيال.
الو، Oui, monsieur. كملت؟ تو سي بون. شكون لا مازال مسيو، ما كمل؟ نعم، مازلنا شوية مسيو. بيه اليزي. دونك الشباب اللي كمل الكل، دونك شفت اللي برشا جماعة كملت. يا ريش بعثتي في اخر كابتور ديكرون هذايا. عاودت اكتيفيتها من جديد الانترفاس بعد ما ولات ديزاكتيفي. اي مش ما قال لنا ديزاكتي اكتيفوها ومن بعد اي فيريفو ما خاطر هو يديروها. بالمود بروتكت، يعني لو بور ا ايتي ديزاكتيفي. اي هاي ياسر ب لو اي، وين كيلو اي المده اللي فاتت؟ ب بونجور مسيو كل ب سيونس. je te taquine. J'ai pas le droit de vous taquiner. Ben, نتعداو. بون كملوا دونك الجماعه اللي كملت تتعداو للاب اللي من بعده. اللاب اللي من بعده كاسح، مش كاسح شويه، مي في برشا خدمه، دونك مش برشا. مي سفيان، هاي سي سفيان. سفيان اعطانا التابلوات. وين النومبر دو فيولاسيون يا سفيان؟ ما نشوفش فيها. شوف سيكوريتي انترفيس على فيوليشن كاونت يا سفيان. صفر عندك يا سفيان، خاطر ما جربتش عملت. الو، نو بروبليم يا سفيان، مش مشكل. دونك بالميكرو، مي حاول انت اسي دو سي فولي تي كونيكتي. كونيكتي اي كونيكتي عليه حاجه تو باش يطلع لك لا بارتي فيوليشن. يس سيكيور فيوليشن كاونت، هاي اللي برشا هوني باش يكتمل. هو خاطر مثلا في الكور يقول لكم يبعث لك لي فيشي لوك، يعني انت مثلا يكون عندك في الريزوم تاعك يكون عندك ان سكون ابل ان سي ام. تعرف شو معناتها سي ام ولا لا اولاد؟ نعم سي سي ام هو مع سيكوريتي ايفنت مانجمنت. دونك تو اكتيالمون السنين اللي فاتت نحكيو برشا على لي سي ام توندونس اكتيال سيكوريتي information event management، مقلوبة الكلمة. دونك ثم دي زوتي معروفين، ثم اللي مش معروفين، ثم الاوبن سورس، ثم اللي يقول لك اوبن سورس ومش اوبن سورس. دونك لوبجيكتيف نتاع سي ام شنو هو؟ يلمد لي لوج. دونك انت تقول لي مثلا هذا شو اسمه صحيبنا باش تعمل نوك، يعني نتورك اوبريشن سنتر، يعني يلمد لك لي ميساج هذات، ولا يلفو ميو تمشي ان سي ام. دونك سي ام يولي يبعث لي لوج. وقت انت عندك لوج فايل لي لوج نتاع لي سيستم اللي عندك الكل يلوجيهم. دونك لي لوج الكل، لي سيستم دالرت الكل، دونك لي سورون سنتراليزي ويجينيري لي ديزاليرت. يعني وقت نبدا نحكيو على، دونك هو نورمالمون جوست خلينا نحكيو شويه اوت اوف ذا بوكس ولا. دونك عندنا في السيكوريتي نستعملوا حاجه اسمها بيان سور سي لا سيكوريتي faire la partie offensive et défensive. نحكيو على السوك هو security operation center. وعندنا security secops، يعني secops operation center. وعندنا في security operation center عندنا ce qu'on appelle les security analyst. donc security analyst يجيو les alertes في CM à partir des log files. ومن بعده il va faire des réponses. Ou مثلا عندي étudiant يخدم في PFE يستعمل ce qu'on appelle les SOR. Les SOR ça s'appelle Security Orchestration and and Automation, la partie automatisation. Déjà tu aussi Sofiane a mangé à quelque part la partie automatisation même في réseau. Réponse, يعني réponse automatique. Et donc l'orchestration et l'automatisation des réponses aux alertes de sécurité. يولي لو سيستيم يعمل فيهم اوتوماتيكمون، ما عادش انت تقعد شاك فوا تقعد تعمل البارتي شت داون نو شت داون كيما عملت اريج قبيله. دونك انت ديريكتومون
تي فا فير دي سيستيم في الاس او ار اللي هو اوتوماتيكمون واخد جي اليرت تنجم انت في دي كا سبيسيفيك تعمل تعاود ترجع تكتيف البورت دون مانيير اوتوماتيك سون لانترفونسيون هيومان. هذا كل جي في سوك. السوك اللي فيه قلنا ان سي ام سيكيورتي انفورميشن ايفنت مانجمنت. دونك هوني ثما وثما خدمه اسمها يعني لو ينتج من اخر واحد منكم يخرج يخدم ان سيكيورتي اناليست في ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 من بعد سيكيورتي اوبريشن سنتر شيف يعني سي لو ريسبونسابل دان سوك كي بو الي جوسكا 100000 اورو بار بار ان بار ان فوالا ولا ميم بلوس. دونك سو سون دي ميتي تابعين للسيكوريتي. به هاي البرشا يعطيكم الصحه. ما تعدوا اللاعب اللي بعده. نتعدى ولا متعداوش؟ ترى شكون كتب لي مساج. به هاي سي صادق يعطيكم الصحه للناس الكل. نتعداو لللاب الثاني. اللاب الثاني هو اون فيت اللاب الثاني مش قلتو ما قريناش برشا حوايج. دونك هو جوست بارابور للكور. دونك هما لي كوموند كنت لقاهم في الكوره. جود 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 محمد عياد يعطيك الصحه. به دونك هذه الكور نتاعنا. دونك اتينيو لي اتاك فيلان. هوني ثما ان سيري. دونك حكينا على لي اتاك فيلان في الحلقه في السيونس الفايتة. دونك كما حكينا على الدوبل ايديكتاج وحكينا على لو بروتوكول اوزيرباسيون دي ميساج دي تي تي بي. دونك وان دي قلنا من مشاكل الفيلان هو مشكلة الترانك. يعني تجي تحط دي بور ترانك على ديسبوزيسيون دي زيتيليزاتور. يعني ان بور اكسس بور نورمالمون ان بور كي دوات اتر اكسس تجي تحطو ان مود ترانك. دونك هوني فواسي كلك ريكومونداسيون بوغ اتينيي. دونك نحكي ولا كل ما قلت لكم شو اسمها الكلمه بالانجلي نحكيو على نقولوا ميتيغيت اتاك بارسو دو فيلان. دونك هوني ان دي دونك لو بروسيس شو اسمه نعملو ايتاب ان ديزاكتيفي لي نيغوسياسيون دي تي بي. دونك sur les ports sans jonction à l'aide de la commande de configuration interface switch port mode access désactiver les ports inutilisés. هذيك قاعده عامه. On peut les placer dans des VLAN inutilisés. Donc كيما في TP يقول لك black hole VLAN. يعني les ports اللي ما تستعملش فيهم تحطهم في VLAN. Monsieur. Donc oui, le cran figé. اي مسك في عرفت بالله. سفيان راح كتب لي مساج. ترى نعاود نبارطاجي الاولاد الكونيكسيون راهي نتاع اخر عام. هاي بي سي بون جي السلايد هاكا بارطاجيت لكم الكوره. الكور موجود اولاد فيه لي دونك هوني بور لي فيلان. عندنا الخطه الاولى نحطوا لي بور كلهم نحطوهم مود اكسس ما نحطوش دي بور مود ترانك. الثاني حاجه نديزاكتيفيو تو لي بور انيوتيليزي نديزاكتيفيو اي سو فو فولي اون لي اسوسي ان فيلان نحصرهم في فيلان حتى اون كاو صارت غلطه اشكاليه اللي مثلا بور خدم مش يجي في فيلان اللي هو فيلان ايزولي. D'accord. Donc, et placez-les dans un VLAN inutilisé. Activez manuellement la liaison de jonction sur donc le mode trunk namlo d'une manière manuelle. On a bien sûr la partie DTP. Malheureusement, on l'a loupé. La négociation elle est majeure de HCB Cisco DTP trunking automatique sur les ports de jonction à l'aide de la commande switch port non négociate. Et enfin, switch port natif, donc définissez le VLAN natif sur un VLAN autre que le VLAN numéro 1 à l'aide de la commande switch port trunk native VLAN ou tahtlo numéro. Donc, les commandes de call, je vais vous si vous voulez, l'imprimé Chrome. Donc, interface range, tahtar le choumal, smart access, exit, interface range, 17 à 20, switch port mode access.
دونك تحطهم في فيلان نمرو 1000 تعمل اكزيت. دونك هوني من بعد من 21 حتى 24 سميهم دي ترانك سويتش بورت نون نيغوسييت ترانك نيتيف فيلان 1999 اوكي يعني الفيلان. Allez-y, Nadia. معناها لي نون يوتيليزي نحطهم في فيلان وحدهم ويكون هو الترانك. والفيلان ناتيف نعاود نديفينيو ان نوفو فيلان باش بور ايفيتي حكايه تكسوم تاع لي فيلان ناتيف. هذاك سيلوي اللي دخل هو بدي يعمل دوبل اتيكيت ومن بعد يعدي هو بون بيان سور ما عمل على فيلان ناتيف نيميرو 1 دونك انت تحرق له الفيلم تولي تستعمل ان اوتر فيلان ناتيف اللي هو اوتر كو لو فيلان نيميرو 1 اللي هو بار ديفو نيميرو 1. D'accord. Mais le scénario, بالنسبه للفيلان. نمشيو تاو pour DHCP. DHCP parmi les attaques اللي عندنا مش قلت le famine DHCP. Je معناتها famine DHCP واحد il est en train de falsifier. هذيك DHCP discover يبدا يبعث على بعضه. مي المشكله هوني شكون مش يخونو مش تخونو لادريس مارك نتاعو. D'accord. دونك ومام قولوا لي مسيو تيجي اذا مثلا يحب يبدا برشا لي زادريس ماك زاد يزي يتيح في مشكله اخرى اللي هي المشكله اللي وقت يبدا يكونيكت من بور وقت يكثر عليه من دونك انت لازم تعمل له بور سيكوريتي. وقت تعمل له بور سيكوريتي يلسوفي عمل وحده زوز ثلاثه تنجم تعمل له خمسه من بعد البور باش يسكر عليه دونك تصير فيولاسيون ويقف ما عادش يجي يبعث مثلا 5 ريكويست ولا قدام بعد ما عادش يجي يكمل مثلا. Donc pour nous, c'est DHCP. Donc nous, on peut limiter la casse. Donc DHCP starvation ou la DHCP famine, le fait, je ne sais pas si je suis en cours, le fait que les gens ont le pool DHCP, ils font comment? Il y a un DHCP, tout fait le pool. Donc un utilisateur autorisé est connecté, mais il cache adresse IP. Donc on est au niveau configuration. Comment ça peut se faire? Donc, on est la surveillance DHCP, ou voilà, le DHCP snooping, c'est ma belle anglais. Donc, l'option filtre les messages DHCP et limite le trafic DHCP sur le port non approuvé. L'homme fait juste par rapport à Huawei, مثلا, Huawei, ça met un untrusted port. Ou tu sais, je vais faire un blacklist. On est dans le monde, je vais faire un blacklist في Cisco. Par contre, في Huawei, tu sais, je vais faire un blacklist في les adresses MAC qui ne mettent pas. ولا كان مثلا واحد حاب يكونيكتي و إلي نو أبروفي الأدريس ماك نتاعو تولي انترستد تولي في بلاك ليست ماك بلاك هول ماك أدريس فوالا. دونك الكوموند ما فيها حاجة دونك تو سامبلومون أكتيفي لا سيرفيونس دي أس إي بي اللي اسمها دي إي بي دي أس إي بي سنوبينغ يعني ذي تي فا ليميتي لو ترافيك دي أس إي بي على شاك بور. يعني مش مثلا واحد كل درج مش يعمل دي اس بي ديسكفري يعني مش دونك عنده الحق في كلكو جماعه ظهر لي 5 5 روكيت دي اس بي. دونك سي لي بور ابروفي يوتيليزي لا كوموند دو كونفيغوراسيون دو لانترفاس اي بي دي اس بي سنوبينغ تراست تجم هوني اي بي دي اس بي ليميت ريت تجم تختار قد ايه من باكي بار سكوند دونك تحط ان نمبر assez un nombre très petit donc c'est pas un nombre très important. Ou tejm zeda aussi on peut aussi activer la surveillance DHCP par VLAN كان عندك تخدم بلي VLAN تولي تعمل aussi DHCP snooping ou تحط لي VLAN المعليين بالسيرفيونس بالDHCP snooping. D'accord. Bien évidemment il faut قبل ما تعملوا هذه الكل لازم ديجا désactiver les ports inutilisés désactiver. OK. Donc, elle est la partie DHCP snooping. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on est IP DHCP snooping. Donc, IP interface F01. Donc, IP, donc, elle est le trust, IP DHCP. Donc, pour les interfaces, je me range 5 à 24. Donc, on est IP DHCP snooping, limit rate, c'est la barca. Donc, IP snooping VLAN. Donc, on est dans les VLAN, les hashtag BIM. بي. دونك هذا فيما يخص الفيلان فيما يخص الدي اس بي. ومن بعد هوني بور لي ستاتستيك العاده تجم تعمل شو اي بي دي اس بي ولا شو اي بي دي اس بي سنوبينغ بايندينغ يعني لي ستاتستيك كونسيرنون لو سنوبينغ قد ايه من تونتاتيف ايتي فيت ويعطيكم بوكو بوكو دو ستاتستيك. بي
نمشيو اتينيسيون دي ار بي دونك في الاتينيسيون دي اتاك ار بي نمشيو نستعملوا لا تكنيك دي اي دايناميك ار بي انسبكشن بون دونك تمشيو اكزومبل نتاع دي اي مثلا تستعملوا دي اس بي سنوبينغ دي اس بي دي اس بي ومن بعد تستعملوا لا كوموند اي بي ار بي انسبكشن تراست دونك سا سي بور انسبكشن دونك il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en paramètres. Donc, tu as un IP ARP inspection validé, tu as un source address mark, un destination address mark. Et donc, il faut être précis. Donc, pour limiter, donc, on a les adresses IP que tu veux. Tu as un connect. Donc, tu as un source MAC address, destination MAC address. Voilà, donc, on a la partie du show run, donc, pour voir. La partie donc la configuration donc pour le STP donc aussi on a la partie la configuration a été très simple à faire l'information donc on va traiter le point par point allô 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 اي تبداو تخدموا في لا ميزور خير ملي لانفورماسيون تجي على بعضها توت فاصون سكو فوز الي فير في اللاب موجودين لي كوموند كلهم حاضرين دونك جيست فوز الي فير لا كوموند ستيب باي ستيب ايمن فرات ما جاش مسيو عنده بروبليم في كونيكسيون قصت له البارح بي نو بروبليم ليسونسييل خاطر في بالي بيه هو اللي حاط قبل لي كوموند القدام كان حقيته لي كوموند تلقاه موجودين هنا بي هاي نتعدي لللاب اللاب بون كيفاش نشوف جو با دير دونك سي بون هبطو تي بي ولا دونك فواسي لو تي بي مش قلت هنا سو تي بي ما فيش لي انستريكون لي انستركسيون كيما نتاع قبيله فوالا اي لو سويتش كونفيغوريشن دونك قراو لي تابلو من الاول باش تفهموا العمليه دونك عندكم سويتش 1 فيه VLAN 10 20 99 100 999 هوني جو فو كونسي اول حاجه تعملوا لي وضعيه على اجتمع ما اجتمعش في لي سويتش يا ريان شي كوموند مش حطها تعمل انسبكسيون على علي فيلان سير اي تعمل تشوف دونك اول حاجه تشوف لي كونفيغ شنو اللي كونفيغوري شنو اللي مش كونفيغوري دونك هذه استراتيجي في الاكزامان كما فوز علي فير دونك واحد نعطيكم الفيشي دونك اول حاجه تعملوا ان بيت انسبكسيون تشوفوا ce qui a été configuré ce qui n'a pas été configuré pour l'ajouter hein هكا ولا comment vous allez procéder le jour d'examen عندكم examen مش تخدموا vous allez faire la configuration ما تمشي مش نعطيكم تخدموا كيما قبل from scratch يعني نعطيكم تصنع فيشي واحد كيما نعطيكم ان فيشي فيه موالا توبولوجي حاضره باش دونك اول حاجه تعملوا الانسبكسيون يس مثلا إليا بلان دونك شو ديما يخدم دونك شو فيلان بريف ولا شو مغير بريف بي دونك واضح على الفكره عندكم فيلان 10 ادمين ال 20 هو سيلز في اف 10 هو كال اس ان دبليو في 1 و اس دبليو في 2 بريس لا ميم لي ميم بور ومن بعد عندكم المانجمنت الاف 024 وعندكم النيتف هي 100 مع واحد و لي بور ان يوزد بور باش تعملوها 999 بور لي دو بيان سور vous allez faire la configuration pour les deux routeurs باش تعملوا سيكيور ترانك سيكيور ان يوزد سويتش بورت امبليمنت بورت سيكيورتي انيبل دي اس بي سنوبينغ ومن بعد كونفيغور رابيد بي في اس تي هذه بو هي ما عملناهاش البورت رابيد بي في اس تي تحب ما نعطيكم لا كونفيغ مش مشكله اي vous allez commencer اي créer tes secure trunk
جو ديالو اي، يعطيك الصحة، هاكم لي كونفيك موجودين. Donc pour la première étape, donc vous allez faire un bad, nous les commandes pour vos collègues. Hein. Allez, je vous laisse travailler.
يعطيك الصحة لؤي، هذوك هما دونك لي كوموند نون نيغوسييت قديتها. ستاتيك تران كريد فيلانسون بي جود جود يا لؤي، يعطيك الصحة. هذوك هما لي كوموند كيف كيف يا وي monsieur. ما فهمتش الكيستيون سي monsieur نتاع ديزاكتيفي لا نيغوسياسيون دي تي بي. La négociation DTP. شكون هذا أيمن فياضي؟ شكون يجي يجاوب لنا سي أيمن فياضي؟ قال لكم علاش نعملوا في ال... حضرت المرة فاتت ولا أيمن؟ وي مسيو. ذكرت لما تيب داتاك قلنا يعني واحد يلبو مثلا هو بور غلط حطو ترانك دونك تعمل معاه لوتو نيغوسياسيون غلطو دونك انت تكون بي سي تجم تعملو غلطو دونك كوم سي اي ساجي دان انترفاس ترانك. يعني في لوتو نيغوسياسيون دي تي بي عندها حدود، يعني هي تسهل لك العمليه. تو بو فير يعني الكونفيغوراسيون تاع ترانك في من جهه بركه دونك هي من بعد يسفي دونك لوتو نيغوسياسيون تكون عندك موجوده دونك في السويتش دو لوتر كوتي دونك مش تعمل لا بارتي اوتو نيغوسياسيون. داكور واضح مسيو ميرسي. يعني في عوض مش قاعد تكونفيغوري من جهتين من جهه من سويتش 1 وسويتش 2 دونك يسفي تحط الكونفيغوراسيون من جهه دونك ال سورا ريكوبيري دو لوتر كوتي. واضح مسيو. محمد اسكندر مسيو بلي عندي سؤال يمكن بيم شوية منعرفش ليه اللطف عليه مسيو بي عايشك كي نعملو شاو فيلان بريف بعد الستيب الأولى مش نعمل مو فيلان سان اللي سميناه هنا تبي يكون فيه جي 02 في الدو بور. انتي اسينيتو ولا كان عملت الاسينياسيون يجي؟ احنا ما عملنا الانترفيس هذوك كيما لي كوموند انترفيس رانج تاع جيجابيت 1 و 2 وبعد كي نعملو اسوسييناهم للفيلان هاي اي بورتون كي عملنا شو فيلان بريف ما فهميش في ال... فيك التابلو اللي يظهر. فهمني مسيو. اي ليه فهمك فهمك. شكون عنده ريبونس لأولاد؟ مش لي بورت ترانك يظهروش الفيلان بريف يظهروا في الكتاب ترانك شو ترانك ولا حاجة ترى بريف ترانك ما يظهروش. استنى دقيقة نثبت في المعلومة يا جماعة به الرومارك متاعك هي بيرتينونت بون جامي في اتونسيون لسا.
Déjà, ça, c'est pas la bonne commande. Je chauffe les VLAN natifs. Apparemment, pour des raisons de sécurité, mais je VLAN. Très خبر الاولاد خاطر ديجا لقيت عليها بوكو دانفورماسيون جوست بور فيريفي. مسوي في بين نعمل شو انترفيس ترانك ويظهر كل البوغ و إيه واللي مثلا بين نعمل ترى جرب هذه ترى إيه حتى متى شو اسمه متى ريان تمشي إذا مشيت لك يا ريان تمشي شو انترفيس ترانك اي مسوي جربتها تمشي هو شو يقول لك هذه قال لك بور دي ريزون دو سيكوريتي Si vous voulez toute l'information pour faire le filtrage, c'est la Nadia. Et il marche. Voilà. Mais. Ben, c'est bon, t'as deux deuxième étape, step 2. Ben, shut down all unused switch port, je n'aime le LOA. Yaïman, c'est bon, Yaïman. Ben, hey, le barche, c'est là, donc. Ben, on va créer de VLAN 999, ou t'as mis Black Hole. دونك جوست مادام نحكيو على البلاك هول جوست قلت لكم ابارامون هواوي سرق كلمة بلاك هول من سيسكو ولا جو سي با دونك هوني يعمل تعملوا كل البلاك ليست نتاع لي زادريس معاك داكوغ و زالي بلاك ليستي دي زادريس معاك بون مش خايبة الفكرة
ترى نشوفو فاست ايثرنت نيم بلاك هول نج ب نكون موف اون يوز بوتن هي اليسرى هذيك فريمون ابدعتو ها ب يعطيك الصحة يا لؤي هذوك هما لي كوموند دونك لو اي خروف ب دونك عملتو طالة يس 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 هذيك هو ب سي بون الناس كل خدمة الدوزيام بارتي ب الو 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 ترى وين ملزم بريم اكران يا شباب هاي البرشة يا محمد صادق يعطيك الصحة ولا نعمل لك ام تي كور وين اريج وين شو سي بون وين لازم بري ميكرون يا اريج دقيقة هاي ب يعطيكم الصحة الناس الكل ب نتعديو دونك ليتاب سويفون وينو كريان رؤي وين هاي ب ما هو دو تون زون تون عملونا كومنتير حاجة ب محمد اسكندر سي بون جاوكم باهي مال هاي تك 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 هاي اليسر هاي نتعداو للبارتي هذيك البارتي اللي من بعدها ديجا خدمناها في اللاب اللي فيه تاي ستيب 3 دونك من بعد واحد يعمل ريزومي يحطوا للجماعه اللي غايبين دونك ولا في شي وورد ولا ديجا عملتوا في شي وورد بور لا بارتي محمد مسيو وي بلاي مسيو الادريس باك نتاع البي سي اللي تبع ال اف 01 الادريس ماك نتاع البي سي اللي تبع 01 كيفاش نطلعوا هذه الاولاد شنو هي كيستيون مسيو قلت لكم الادريس ماك نتاع البي سي اللي تبع 01 وين هو البي سي هذا تحكي عليه نسيف مش بارتاج مثلا مش بارتاج دقيقة بركيرو هاني جايك تحب لادريس معك يا جماعة كيفاش نعرف لادريس معك يا رؤى كيفاش تعمل الادريس معك اللي بي كونفيغ وي
يروي رفيق شوي يروي. بصير نسخيلة في الحياة برا هيك بس. شنية في الحياة. يا ميمش بيك يا ميمش. نعم مش عيط لي توا. ليه 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 الكابتير دي ليكرون شو فيه هذه دونك فاس انترنت الاولاد عيط وجاتني شويه بي بي تك 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 بي يا ومي ما عملنا هكا حاجة فيها إلا تي سوبريمي لو ميساج باغ أوميما مجي خاطر في بالي الكابتور لولا ما ظهرتش هاني عاود تبعث لك هيك عليه فصل هاي باهي جود جود يا أميمة تنجم تعمل شو بور سيكوريتي مثلا انترفيس ولا شو باش تعملنا ريزومي يلو ايش عملت يلو اي باش يدوكم لي كوموند خلت باش نكتبو هاي ايش بي باه اكزاكتومون لي بار تزو من تي بي الفيت وتحطوهم تراه ما تجيبش عملنا هكا ان بتي ريكاب باش يلزمنا نشوفو كيما تا وكيما عملتو شو فيلان بريف عملنا شو بور سيكوريتي خلينا نشوفو باش نتشيكي بيه ما كاين ما نشوف شيء شوف في لين دو كوموند اذا شنو تي بي هاي معقول جدا ب كملت الاتاب هذه يا جماعة باهي نتعداو توا لامبليمونتاسيون تاع سيكوريتي في بالي حاجة سهلة ياسر دونك فهمتو سو كيلفو فاغ دونك المود اكسس سويتش سيكوريتي بورت دونك تاخذو لي رانج نتاعك سويتش بورت سيكوريتي ماكسيموم 4 تعملو الادريس ماك ستيكي هكا بور لا ميثود دابخونتيساج شكون مازال يتذكرها يعطينا ان بتي مو على ستيكي يا ريان تعطينا ان بتي مو على ستيكي نعطي انا مسيو عادي انت بيان سور اي باش انت صحيح دي يتسجلوا في ال في الرام يس ما غير ما تعمل رو ديماراج هاي البرشا يعطيك الصحة يا ايمن يا فيافي ب كيس كيليا دوتر يا لوي مش كثم لي ثم ناقصة حاجة عندك ولكم ولا زادريس كومون لي كومون لعملتهم شي مش كيف اللي ثم ادريس استنى ناقص الفانكاتر يعني ناقص الفانكاتر يا جماعة
الناس اللي عندهم البخل دونك كان هو مكتوب مسيو مع مكتوب بجنب ال ايش بك لو اي مسيو في الكوموند مكتوب بجنب ديس الباند كارد هاي ما تعديتش عادي هاي الياسر يا سويفيان بي هاي مش بينك وبينها ستار دو ليني ولا دو ليني اللي انتي امورك مريقلة بي سويفيان كمون يعطيك الصحة بي هاي نتعديو لل للدي اس بي سنوبينج هاي دونك عندكم سلايد هو ديجا موجود الخاص بالـ DHCP snooping استنى خلنا مسيو معناها في التي بي هذايا سيكوريزين السويتش ان سيكوريزين الريزو نعملو على الزوز عادي اوكي خاطر فلان نسي يحكي كان على الان بيان سور مش تعمل لي دو يعني كي مش تعمل الان تعملو دو بيان ايفيدامون داكوغ مي لا تاش اللي ان بو فاستيديوز هوني il vaut mieux faire bon c'est pas à votre niveau mais قولي مسيو تاش ريبيتيتيف دونك وني ثما لا بارتي من بعد يعني نورمالمون تدخل فيها لا بارتي من بعد اوتوميشن لا بارتي اوتوماتيزاسيون البروسيس يولي اوتوماتيك يعني هذا مش بتشوفوها توا اي تعملوا دي سكريبت واحد ثما ميم حدا دي زوتي سي با فوتر نيفو يعني بون هو في الانسات اللي عملوا فيتا ما يقريوش ممكن تو سي سفيان ظهر لي ولا يقري في البارتي ادمنستراسيون عام الجاي في بالي ولا يقري لابارتي اوتوماتيزاسيون خاطر راهو اول مره اني يعني نقري اخ تي دو في بالكم ولا في بالكم شو Voilà, donc je remplace, donc c'était un choix de ma part, donc de faire, de ne pas faire le cours d'une manière classique, yani, c'est plutôt un contenu de certification. Mais maintenant, si je suis maintenant, j'ai fait la partie administration réseau, je me suis fait plus avancé. Hein. Monsieur. Aïwa. Monsieur, je ne sais pas si tu as monsieur. لي لي صافي توجور بليزير علي تم واحد ينجم على حاجه بون صافي بليزير خاطر بوتيتر بون ce qui est bien avec les RT2 c'est que la motivation elle est toujours là même avec la dernière séance ce que c'est pas le cas avec un étudiant en quatrième année عاش فهمتوني ولا لا يا محمد شبيك تبعث لي مؤخرين هذوما ماكس سيكور ماكس كونت به هي هي لا دونك جي با فيريفي به دونك سي بون بور لو دي اس بي سنوبينغ ولا اي عندي سؤال على الروتينج مش على هذا
الراوتينغ شبيه الراوتينغ فهمت نقرا البي جي بي شو اسمه ليه البي جي بي مازال لا انا راس خاطر ديما عندي بينومي ديما يقول لي صعيب على الاخر ما فما حتى شيء صعيب يا لؤي يا ريان سامحني اي ريان سي با ترو ديفيسيل مثل العام الجاي والله جو سي با لا اوكين ايدي مي نقول لك شمعات الصعوبيه وين يا جماعه سي او نيفو دو بروتوكول كي سيبورت بوكو بوكو دو ديتاي فهمت واش معناتها بوكو دو ديتاي فما دي بروتوكول خام تري سامبل يعني اذا مش تدخل في كل بروتوكول تحب تقراه راه سا برون انورميمون دو ريان كو تبع لي اف سي نتاع لي بروتوكول هذوك تلقى لي تري امبيغو فهمت ولا واضح مي دونك هو توجور يا بوسكو تعملوا في الريزو ديما القاعده بينكم وبينه هذيك الريان الكوموند الريان انا كواكو دونك وين بينهم ما قاش في الانسات لا يخدم مسيو كبير داكور دونك يخدم عند اوبيراتور هذا ولا فورنيسور داكسي انترنت فوالا قادر سي تري سبيسيفيك فهمت شو معناتها يعني سي با ام تي غران بوبليك يعني نورمالمون سا دو تي دير ام اف اي يعني ان فورنيسور داكسي انترنت ولا ان اوبيراتور تيليكوم هكا ولا راهي بون سي مالول دير زوم بعد دورها ديفوبس نسيو تو مناش عليه اي ما سي ال اون سورف افيك لا فاغ يعني لا فاغ مثلا تو بون ميسيلش نحكيو شويه بوسك هي اخر سيونس تما لي ميتي دي لاي تي نسميه لي ميتي دي لاي تي كيما ديفوبس سي تري دوموندي اكتويلمون سان دي ميتي لي بلو ريمينيري اكتويلمون تعرف اش معناتها ديفوبس يا الاولاد يعني سي لادمينيستراتور جوست انا فكره غير اصلا بديتو من توا بديتو من توا تبعو في الديفوبس مش شنو الديفوبس سا سي تري تري كومبليكي يعني وقت انت تجي تي فا ديفلوبي لو سيكل دو في نتاع لوجيسيال دخل فيه لا بارتي اوبيريشن لا بارتي اوبيراسيونيل دونك واخا مش دخل فيه لا بارتي اوبيراسيونيل يعني سي كوم لادمينستراتور ريزو مي نتاع عام 2020 فهمت ولا ادمينستراتور سيستم دونك انت وقت ديفلوبي سي او ميم طون تي فا لا بارتي اوبيريشن شمعتها اوبيراسيونيل دونك انت في السيكل دو في نتاع لوجيسيال سما ناس تقالين ديفلوبي وسما ناس لهين بال لا بارتي اوبيريشن يعني سكي اون تران دو دونك لادمينستراتور او سيلوي كي في دو ديفوبس سي لوي كي فا جيري تو سا دونك ليكيب دونك المشتف الصعوبيه في الديفوبس الاولاد سي لا بارتي لي زوتي تشوفوا قدام نوتي ما موجود عاش التصويره كان نجم نعمل عليها زوم ولا مش بارتاج مسيو فوالا ما ثمش بارتاج دونك انتوما الاولاد يعني ركزوا على يعني الناس اللي قاعده ديفلوبي اون ميم طون سي تا ميلونج ما بين ادمينستر يعني تو سكي ادمينستراسيون اي لا بارتي اوسي ديفلوبمون سي لو ميتي دونك كي فا سوكوبي يعني ريونيغ تو سو موند لا اللي يخدم دونك سيلوي كي اون تران دو ديفلوبي اي سيلوي كي اون تران دو دو فير لا بارتي اوبيراسيونيل يعني سي يعني سيستم اللي اون تران دو فونكسيوني دونك سيلوي كي اورغانيز تو سا سا سابيل دونك ان انجينير ديفوبس مي كيما تشوفوا هنا il y a plein دوتي كيما
فما سيرتيفي تحلوين راه مع الديفوبس. الو كيما في لينكس مثلا، لينكس عندهم ال بي ك ال بي ديفوبس، هو حتى سيسكو عندهم حاجه تشبه للديفوبس. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Il y a DevNet, mais je sais pas si tu as vu ça. Donc, tu as pour le moment, tu as vu Linux. Barsha, moi, je suis là pour votre carrière. Je suis là Linux. Allô, allô? Oui, monsieur. Linux مهم جدا لأولاد، يعني vraiment تخدم سيكوريتي Linux، يعني DevOps كانك تخدم بالانفيرونمون Linux تي فا تروفي vous allez être très à l'aise، يعني خاطر لي زوتيم تاع DevOps كلهم موجودين على Linux، تلقى روحك très très à l'aise avec ça. Donc كنت à votre stade يعني plutôt حاولوا يعني vous maîtrisez Linux، maîtrisez-vous بالكدا، تحب تعمل سيكوريتي tout ce qui est ethical hacking ou le chef كله مربوط بالLinux، يعني tout ce qui est système à خاطر وني تو لختي ليميتي جدد كله مربوطين بالادمنستراسيون، soit administration réseau administration système. Donc ça mal Python aussi، يعني ركزوا معاه بالكده. Bon pour les gens اللي يحبوا يعملوا bien sûr les métiers de l'IT، donc ils sont très très bien rémunérés، خاطر مثلا في entreprise jour de jour تستغنى على خدمات DevOps وين تخدم في environnement. Donc كيف كيف يعني في entreprise ما تجيش تخدم ما عندكش administrator system، يعني نهار ما يجيش l'administrator system il y aura un problème. تسمعوا فيا ما هو ولا وي مسا دونك tout ce qui est administration اللي قرينا سناب كله مش تعاود تسقو مثلا البيك انسرت في البيك 1 ولا البيك 2 مش يجي عندك دي اس بي مش تستعمل كلمة دي ان اس مش تبنيو عليه بوغ الي بلو لوان. دونك شكون منكم مغروم بلينكس ولا حتى حد؟ دونك هاي السيرتيفي اللي قدركم عليه هذه حلوه برشا، ثم برشا الناس يعملوا فيها تو بوغ لو مون. هي بون سي سون دي زوتي راهو، يعني باش نبداو واضحين، دونك لي زوتي موجودين مش تخدموا عليهم في لينكس، لي زوتي تاع ديف اوبس سي فو فولي. ثم شكون اكتيلمون يستعملوا في الديف في سيك اوبس، دخل لو بروسيس نتاع سيكوريتي في سيكل دو في نتاع لوجيسيال، يعني يعني سيكوريتي لوجيسيال اسكو لي كود قاعد سيكوريزي في اسكو لي الكود اللي قاعد تكتب فيه اسكو لي سيكور ما فيش دي بروبليم دو سيكوريتي. عندي تو تلام دا اخت 4 كي سون ان تران دو فير ان بروجي دو فان دي دو فان داني على الحكايه هذه، يعني تسكي الانتغراسيون نتاع ديف سيكوبس مش ديف اوبس مي ديف سيكوبس لاولاد. بي avec plaisir. Donc je vais obtenir la certification DevNet, peut-être que je vais la programmer. Donc j'ai un peu comme le cours DevNet. DevNet fait les outils et les termes fait le fait DevOps comme aujourd'hui. Donc pas quelques tutos allez me faire في الكورس تلقاو بارتي دونك بلوتو لي زوتي المستعملين بور لو ديفوبس. غير مش قلتي لاني بريسيدونت جي باي لو طون دو باسي ليكزامان باش نقراها اصلا. شحال الكور به وين وصلنا مع التي بي؟ كملت ولا ما زلت؟
كونيكسيون قلنا احنا الكونفيغوراسيون اس تي بي هذه مقري من هي الكونفيغوراسيون هي المشكله ما قريناش كان هذيك القاعده ديما تبع المشكلة تاع خي خبر كريان هي نتاع دي تي بي ما قريناها عملنا عليها حتى لاب هكا ولا الاولاد هي ما قريناهاش هي ذكرت وقتها في البارتي دي فيلان وقتها ما استعملناهاش دونك عمرنا ما عملناها هذيك سبانينغ تري بور فاست ذكرتوها ولا الكوموند عمرنا ما استعملناها دونك الكوموند نتاعها ما فيها شيء تعملوا جوست الو بي جوست البارتي 5 انا جمعت لكم هي ثلاثه اسطره ما فيها شيء شكون خدم البارتي اللينيا واللوج عليها دونك مش تكون هكا الاي تي هاي ذيك هي سبانينغ تري بورت فاست ومن بعد سبانينغ تري بي بي يو دونك بريدج بروتوكول داتا يونت بارد انيبل هي جوست بور كونترولي الناس اللي قاعده كي فا جينيري لي بروتوكول باش ما يجيش واحد ان يوتيليزاتور سيسبي يولي يصنع وينجكتي في الريزو دي باكي نتاع البي بي دي يو باش يغلط الكونفيغوراسيون هي الفكره هذيك هي يعني هي توجور عندك كيلكان يوتيليزاتور انكونو مش يجي ينجكتي لك في الريزو دي بي 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 دي باكيت يعني دي دوني على البي بي دي دونك باش يبدا لك الكونفيغوراسيون تاع سبانينغ تري نتاعك دونك هي تو سامبلومون بون مالوغوزمون حاش ندخلوا في الديتاي خاطر ما عندناش اسي دو طون دونك هوني الواحد الفونكسيوناليتي سبانينغ تري بي بي غارد انيبل دونك هي ال فا ليميتي ولا انتيردير سو جون داكسيون voilà donc pour la configuration en fait donc pour chaque utilisation ce qu'il faut faire voilà pour chaque processus ou la étape de la sécurité ce qu'il faut faire donc juste halit le fichier en camlo et on va arrêter à ce niveau là charger la connexion ne marche pas Voilà, tu vois l'écran تاعي voilà. Inchallah donc d'ici donc ma عندي les emails نتاعكم si pour la prochaine année la prochaine AMG donc si vous êtes intéressé. Donc tu vois l'écran. Donc figé. Ah, l'écran figé. Ben نعاود نبارطاجيه. Madame زميلك احكي لكم على ديفوبس دونك هوني تم لاسيرتيف ديفنت دونك هوني ديفنت ديفلوبر انفيرونمنت دونك الانفيرونمنت ديفلوبمون دونك مش تعملوا من بعد شابيتر على الانفيرونمنت ديفلوبمون دونك سوفتوير ديفلوبمنت اند ديزاين دونك مش نعملوا ديفلوب دونك مش نحكيوا على اس دي ال سي سوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل ريكوارد اناليز دونك هذوكم لي سبيسيفيكاسيون ناش شفتهم شي في كور من لي كور Donc la méthode agile, waterfall software development méthode, marche. Après tout, mesdames et messieurs, méthode agile ou méthode waterfall software development. Donc les différents modèles, le développement. Ah, mais c'est tout ma crise. Donc, n'est-ce pas les tapas, tout ce qui est la sécurité, tout ce qui est logiciel. Il faut bien maîtriser aussi le SDLC, le Software Development Life Cycle, le cycle de vie développement life cycle. Qu'est-ce qui fait Ryan il a très bien DevOps, mais lui il a bien travaillé dans le SDLC. Tu sais le cycle de vie d'un logiciel. Bah donc Software Design Pattern, ou les tout ce qui est là, il y a un même module, ce Design Pattern. Donc on y bah je vais le modèle MVC, Model View Controller.
لي سيرتيف ماشي خايبه راه دونك من بعد تستعمل لي زابي اسمع شكون المغروم بالديفلوبمون يحكينا على لي زابي API design style API reset reset ATI API ثم هو لي ميم حتى في لي لاب تلقى دي زابي حاضرين باش دونك نيتورك فاندامنتال ديجا انتم شفتوه application development and security donc understanding donc on est tout ce qui est continuous integration continuous deployment donc pour commencer le DevOps le cours هذا حلو برشا راه مش خايب donc on بعد infrastructure and automation donc les outils d'automatisation donc كيما Ansible هذوما تلقاهم موجودين في لينكس تشوفوهم في لينكس bien évidemment راه هوني في لي لاب ما عادش تخدموا بالباكت تريسر تلقاو دي ماشين حاضرين باش دي زونفيرونمون دو سيميلاسيون تخدموا عليهم ديريكتومون بوبيت هذوما دونك دي زوتي شيف دونك هذوما لي زوتي الكلي اللي يستعملوه مجموعه الديفوبس شكون ديجا خادم شويه ولا ماسك شويه الديفوبس يا ريان خدمت قبل الديفوبس شويه لا مازلت في الدوكير Ah voilà, donc les outils, les hommes, donc Kim, Puppet, Chef, ou, donc les outils, ils semblent au BIM, la partie Chef, et des pour ce qui est automation. Donc les outils, les hommes, donc si l'année prochaine j'obtiens la certif ou l'accréditation pour enseigner le cours d'Evnet, je vous envoie pour faire le cours. Je vous remercie beaucoup, Yatik Moussaha. Donc, Nedi, oui, mais c'est le mot de l'année. Nedia, il est encore là ou non? Oui, monsieur. Ben, il y a Nedia, donc, tu as un zoom à l'école. Tu as une date et tu as fait l'examen de TP. Hein? Oui, monsieur, c'est mercredi prochain. Mercredi prochain, vers 14h, okay, tu connectes au Qbal Bishwaye, Bish Nes, le côté de synchroniser, tu trouves un Teams, comme les labs, le mode de a priori, ça va être Suyatin, grand max. Donc, on va. Ok, sans problème, normalement, je n'ai pas d'engagement. D'accord, c'est un petit début de la semaine prochaine. Tu m'as fait un mail de config, un mail de confirmation. Voilà, donc merci beaucoup. La oulé d'Arti comme ça, ça fait un plaisir. Bon, je sais pas cette année comment ça va se passer le passage d'Arti comme ingénieur.